قرارات جديدة من رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، وبيان وزارة الصحة لعدد المصابين بفيروس كورونا لليوم الأربعاء. ما تنساش في البداية تدعمنا باللايك عشان نوصل لأكبر عدد من مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. نبدأ على بركة الله بالتفاصيل. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، وينص مشروع القانون على أن يخصم شهريا اعتبارا من أول يوليو 2020 لمدة 12 شهرا نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار كورونا المستجد. ونص مشروع القانون على أن يعفى من نسبة خصم المساهمة المقررة وفق أحكام هذا القانون أصحاب الدخول الذين لا يزيد صافي دخولهم شهريا على 2000 جنيه، ويجوز لمجلس الوزراء إعفاء أصحاب الدخول بالقطاعات المتضررة اقتصاديا نتيجة انتشار هذا الفيروس من خصم نسبة المساهمة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون. وقرر مشروع القانون أن تخصص حصيلة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون في الصرف منها على الأغراض التي يحددها مجلس الوزراء طبقا لما تقدمها الوزارات المعنية من بيانات لمواجهة التداعيات الناتجة عن فيروس كورونا، والأخص تقدير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة. الصحة تعلن تسجيل 745 حالة إيجابية جديدة لفيروس 40 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و21 حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الأربعاء عن خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة واتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم 3994 حالة متعافية. وأضاف أنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس ترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 21 حالة جديدة. قال مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابياتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. ذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء هو 14229 حالة، من ضمنهم 3994 حالة تم شفائها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و680 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات. الولايات المتحدة تدعم استجابة مصر لجائحة فيروس كورونا بمنحة 32 مليون دولار. تقدم حكومة الولايات المتحدة بالشراكة مع الحكومة المصرية ومن خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منحة قيمتها 51 مليون جنيه، ما يعادل 3.2 مليون دولار للهلال الأحمر المصري للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لبيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة. دار الإفتاء المصرية توضح كيفية صلاة العيد في البيت بسبب فيروس كورونا. قالت دار الإفتاء المصرية إن صلاة العيد سنة مؤكدة ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وجد مانع من اجتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار فيروس كورونا الوباء القاتل الذي يتعذر معه إقامة الجماعات، فإنه يجوز أن يصلي المسلم العيد في البيت منفردا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد. وأوضحت الدار في أحدث فتواها طريقة صلاة العيد في البيت
فأنها تكون بنفس صلاة العيد المعتادة، فيصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويسلم ولا خطبة بعد أداء الصلاة. ويبدأ وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة، ويمتد إلى زوال الشمس أي قبيل وقت الظهر. وأضافت الدار أنه على المسلم ألا يحزن ويخاف من ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن منعه العذر، وذلك لأن الأجر والثواب حاصل وثابت حال العذر، بل إن التعبد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تفشي الوباء يوازي في الأجر التعبد في المسجد. وقال الدار الإفتاء على المسلم أن يعلم أن الأجر والثواب حاصل وثابت لما اعتاد فعله من العبادات، لكنه عدل عنه لوجود العذر. فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة، حبسهم العذر. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن للمعذور من الأجر مثل ما للقوي العامل، لأنهم لما نووا الجهاد وأرادوه وحبسهم العذر كانوا في الأجر كمن قطع الأودية والشعاب مجاهدا بنفسه. سبعة قروش زيادة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك خلال 3 أيام. شهد سعر الدولار حالة من الارتفاع أمام الجنيه المصري خلال 3 أيام الماضية بقيمة تراوحت بين 4 قروش و7 قروش في البنوك العامة في السوق المحلية، بينما بلغت الزيادة في السعر الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي المصري نحو 8 قروش. يأتي ذلك بعد استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال فترة تجاوزت الشهرين إلى أن صعد بقيمة بلغت 4 قروش في بداية تعاملات أول أمس الاثنين، وسجل السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي نحو 15.76 جنيها للشراء و 15.88 جنيها للبيع، فيما بلغ متوسط البيع نحو 15.73 جنيها للشراء و 15.83 جنيها للبيع. السيسي يكلف بالتحديث المستمر لبروتوكولات العلاج من فيروس كورونا. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وأكد السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة آخر المستجدات الخاصة بجهود الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وكذلك الإجراءات الوقائية التي ستطبق خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فضلا عن استعراض جهود مختلف الجهات المعنية بالدولة المصرية لإجراء التجارب السريرية والمعملية لتطوير علاج لحالات فيروس كورونا. وجه الرئيس بالتحديث المستمر لبروتوكولات العلاج من فيروس كورونا بكافة المرافق الصحية المعنية على مستوى الجمهورية وفقا لأحدث ما تم التوصل إليه على المستوى العالمي، وكذلك تكثيف حملات التوعية لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا. كما شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية الكبرى على مستوى الجمهورية بما فيها مختلف المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية والسكنية الجاري إنشاؤها، فضلا عن آخر مستجدات تطوير منطقة القاهرة التاريخية خاصة ميدان التحرير وعين الصيرة. كما وجه الرئيس باستمرار العمل والمتابعة الدورية لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية، مع الالتزام بتطبيق أعلى درجات الوقاية ضد فيروس كورونا وتوفير مقتضيات الأمان والرعاية الصحية للعاملين بالمواقع للحفاظ على سلامتهم. الإفتاء توضح قيمة زكاة الفطر والوقت المستحب لإخراجها. حددت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر للعام 1441 هجريا بما لا يقل عن 15 جنيها عن الفرد الواحد. وقال شوقي علام المفتي المصري أن قيمة زكاة الفطر تعادل 2.5 كيلو من الحبوب عن كل فرد، حيث يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة وفقا لأقل الأنواع الحبوب سعرا وهو القمح. وأفاد بأن تقدير الزكاة جاء بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، مشيرا لأن دار الإفتاء مالت إلى الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج الزكاة مالا بدلا من الحبوب تيسيرا على الفقراء في قضاء حوائجهم ومطالبهم.
وأكد علام على ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد لنيل أجرها وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، مشددا على أن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يعد صدقة من الصدقات ولا تجزأ عن زكاة الفطر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.